تعرفني موقفي من الأخوة موقف سلبي، بس أنت ذبيت كل الصوش على الإيطاليين بأنهم مطلوبين مديونية للسيد مقتدى الصدر. ليش هم الصدريين يعني قليلين يعني سووا شيء بالإيطاليين أقصاد؟ قليل سبهم، قليل شتمهم. أنا من الناس قدامك، مجرد أن قلت له أنه عيد الغدير أنا أعتقره العطل الدينية ما أريدها وأرفضها، سبوني وسبوا أمي وسبوا أبويا ورسموني مطي ورسموني حمار ورسموني كذا، وأنا أحبهم حشر. فلا تقل لي الإطار، تقول لي التيار الوطني الشيعي تقول لي مقدس. لا، بي أشرار وبي مجرمين وبي مؤذين. وما أنسى لما دخلوا إلى المنطقة الخضراء وواحد قال وين بيت المالكي، وين بيت المالكي، وهي لا تعبر عن تقوى ولا تعبر عن أصلا. نعم، السيد المالكي أجرم وأذى التيار وأذى كثير من الناس، لكن لا تسوي لي الإطار مخملي وأبي ذري وتسوي لي الآخرين شياطين. أخي، هذه مصالح ومصالح، وبيناتهم ما صنع الحداد. فأعتقد الحل إنه يكون نقول الكل ملام. هسه ياهو الملام أكثر، هاي قضية صعبة لأن قضية وجدانية من الصعوبة حسابها بالرياضيات. الكل ملام وكل القيادات الشيعية أضرت المكون الشيعي، وإلا ما الذي يمنعهم من أن يتفقوا على منهج واحد والله يسوون أكبر دولة بالشرق الأوسط؟ والله العظيم، والله العظيم، لا تتصور أن أنزه المالك، المالك لا هو المسؤول عن سبايكر وهو المسؤول عن كذا وكذا، وأنا عندي كتاب ضده موجود. لكن من الصعب يا أخي أنه نضع اللوم على واحد، أرجوك يعني. لا، ما جاي نضع اللوم على أحد ولا جاي، إحنا جاي نتحدث بواقعية أستاذ أبو عمار، وهذا سؤالي للأستاذ عصام. يعني ممكن يتحالف، ممكن أن يتحالف السيد مقتدى الصدر مع السوداني؟ السياسة ومنطق السياسة تقول نعم ممكن. ليش لا؟ ممكن. طيب أستاذ ليش عصام، ما تحالف ويا البرزاني؟ ما تحالف ويا البرزاني، وشان البرزاني هو موقفه سلبي. المالكي ألم كي يكون يتهم البرزاني بأنه صهيوني وموسادي ثم تحالف معه؟ هاي قضية سياسية أخوان. وأما ذهاب السيد مقتدى الصدر إلى بيت السيستاني ومحاولة تجير هذه الزيارة، أرجوكم لا تدخلون هذا البيت في هذه القضايا الجزئية. هذا البيت بعيد عن هذا الواقع كله. طيب، هذا البيت موقف النصح والإرشاد، ومن الصعوبة لأي طرف على طرف آخر. لا بس أبو عمار أرجوك، يعني هذا البيت يعني غلق بابه بوجه السياسيين بس فتحه بوجه السيد مقتدى. يعني هاي جيد جيد جيد. البعض يتحدث، اضيف لك شيء ابو عمار، ممتاز ممتاز. البعض يتحدث في وسائل الاعلاميه، خليني اكمل. لا اقول لك شيء، انه السيد مقتدى هذا، هاي مو من عندي، هاي وسائل اعلام يتحدثون انه السيد مقتدى منتظر مباركه السيد السيستاني حتى يعود الى العمل السياسي. وصل الموضوع الى هذا الشيء.